وضع متواضعين انتوما الى درجه انه كي قلت لكم تشبهوا الفيجو وريال وريال مدريد وجالاكتيكوس وكارونالدو يا اخي قلتوا هذاك اللي ما هزوا شيء معناها ما يعني هاي قمه التواضع معناتها حتى رونالدو وبيكام وفيجو ماهوش عاجبكم معناها. البدايه كالعاده بالانفو دي جور اخر واهم الاخبار في اخر 24 ساعه. لانفو دي جور طبعا بعد شوية نحكي على اليسار ما بين هاني عميم والنادي الرياضي الصفاقسي ونأخذ مختلف وجهات النظر بين الملاعب والهيئة المديرة، لكن خلينا نبدأ بالمباراة اللي صفها سمير السليمي البارح لونتري المباراة اللي باش يفتح بها السهرة متاعه سمير السليمي. فرجاني ساسي يساهم في تأهل الزمالك إلى نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باش يواجه الأهلي المصري ومواجهة تونسية. إن شاء الله نستناوها دويل ما بين الفرجاني ساسي وعلي معلول. كابتن خالد حسني جادور لهذا الخبر، جادور لتأهل الزمالك ولا المواجهة ما بين الفرجاني ومعلول؟ والله ترزونا دول ديزوردر ما يلعبوا تيرسي دول ديزوردر كلك على بعضك حلو معناها والله دول ديزوردر جيب برشا فلوس مشوش تلعبوا ممنوع حاسينه با رجوع نتاعو كان فريمون رجوع معناها فركاسا معناها سجل هدف رائع بدك الاكستيريور دو بي سي ان بو ديفيسيل باش الناس تعرف راه باش يسجل هدف هذاك سونز إيلان من بلاستو ما جاش إيلان وجري وعمل بيمرض شريك معناها القوة نتاع الشوفي نتاعه وكذا أمور أتونسيون معناها بونتو جميل وصعب في أن واحد عطاها أسيست جوكرو عطاها أسيست أسيست هذا يظهر لي يعكس ليزونس تكنيك نتاع فرجاني ساسي ويعكس شخصيته اللي تقال فيه واللي صار واللي نعرشوه والكورونا وتغلب على كل هذه الإكراهات وكذا والأمور وشفنا ردة فعله كيفاش عيط عنده حق باش رد فعله أتونسيون باش معناه يعدل النتيجة في وقت صعب وبداية الأخرى كذا معناه يعطيه صحة وذاك هو معناه نباركوا له ونباركوا المعلول و كومون ديريج فينال فما زوز توانسة باهي يكون أول مرة أول مرة وأول مرة زاد فينال مصري 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 هو ديربي مصر الاهلي الزمالك خساره ما فماش جمهور خساره ما فماش جمهور معناها شو قبل اول مره كابتن معناها اكل جمهور الجمهور يعمل لك اكل جو تاع الفول والطعميه والجو كذا فهمتني اول مره في اول مره كابتن افريقيا اول مره اول كيف كيف اول مره اول مره في الشامبيونز ليغ زوز من نفس البلاد في الكاف اول مره لا في الكاف عملت ايطوال وفي الكاف خاطر يظهر لي سي اس اس والايطوال هذيك في كاس الكاف في الشامبيونز ليغ اول مره زوز في رقم من بلد واحد حسام الحاج علي كذلك جادور شنو بالضبط جادور لعلي معلول للفرجاني للدويل شنو بالضبط اكيد للزوز الزوز يلعبوا في فينال شامبيونز ليغ اكبر مسابقه افريقيه علي معلول انا سبقت لي وباركت له بالوصول الى النهائي واليوم علي معلول الموسم الفارط احسن اجنبي في الدوري المصري احسن اجنبي في الاهلي المصري والعديد من احباء الاهلي المصري يعرفون بالملايين والملايين يقول لك ممكن من ثلاثه اربعه احسن اجانب دخلوا الى الاهلي المصري مش تعرف قيمه علي معلول قدش من عام توا بالرغم العروض اللي جاته من اوروبا لكن فضل لانه لقى اجواء ممتازه سواء من الناحيه الكرويه او حب جمهور الاهلي او من الناحيه الماليه كذلك كل شيء متوفر في الاهلي جمعيه بروفيسيونيل جمعيه توفر له كل شيء يعني انا واحد من الناس لما تجي اللاعب عرض من الاهلي ولا الزمالك وتجي من نادي متوسط نقول له احنا في فرنسا ولا في البرتغال ولا حاجه ممكن نخير الاهلي لان ماليا مش اقل من النوادي ذوكم وكرويا احسن ثم جا دور على خاصة فرجاني ساسي تو علي معلول عنده مدة تو ما ترشح الفينال فرجاني ساسي لكن أول شيء الحدث هو الفرجاني البارح باس أسيست وهدف لا برشا حاجات الفرحة هذيك راه مش تاع البونتو برك أول شيء تحرم من مباراة الذهاب ونعرفوا اللي صار في حكاية التيست واليوم كيدنابينغ اللي صار لا لا حاجة أخرى صارت جديدة كل الناس ما سمعتش بها انا سمعت اليوم امير مرتضى منصور اللي هو كيما تقول بريزيدون سيكسيون مدير الكره ولد مرتضى منصور اللي لهي توسكي فوتبول قال البارح كوم بارازار وبطريقه فجائيه الكاف طلبت باش تعمل مسحه جديده للفرجاني ساسي اللي هو بالذات الكوفيد اللي هو بالذات وكانهم بروفوكاسيون كان جات لليكيب كامله نقولوا قالوا لا نحبوا مسحه اضافيه للفرجاني ساسي وكاني بروفوكاسيون ما حبوهوش يلعب الفينال حبوا يدخلوه في شويه لذلك مع الماتش للي مع اللي صار له مع البونتو مع اهميه البونتو خاطر واحد شيء كانت ممكن تمشي
الاكسترا تايم وممكن الرجاء كانت ممتازه يعني كل هذا تخلي اللي فرجاني سيزي عبر على الفرحه نتاعو بتلك الطريقه. باش نجي كابتن خالد حسني حنكمل مع سمير تعليقك على المباراه نتاع البارح. دونك جيم للتاهل نتاع الزمالك والفرجاني سيسي للفرجاني سيسي بالذات. لا لا الزمالك وما عندي حاجه فيهم حتى الدخل. الزمالك للاهلي للرجاء للوداد ربي يعينهم الناس كل كلهم لكن خلي يستحق فوالا فوالا جيم للتوانسه باهي جيم للتوانسه جيم للمنتخب التونسي. خليني اخذ معاك زاويه اخرى مختلفه على الكابتن وحسام. الزمالك الاهلي هل هو افضل زوز فرق موجوده في ليديسيون هذه تاهلوا للنهائي وكومباريزون زوز افضل فرق عندها الفلوس وعندها الميزانيه الكبيره؟ انا حسب رايي اهلي رجاء هو افضل فرق. الرجاء كان افضل من الزمالك تتصور؟ اه وي اه وي ما تنساش الرجاء في الليره وتحرم من زوز ضربات جزاء يعني كان خير برشا وكانت مركز ضربه جزاء الاولى ممكن سكور يكون واحد ياخذ بون حسيلو بريف. وشوط الاول نتاع البارح الرجاء كان خير برشا بدون خطوره كبيره ولكن الميتريز الكل كانت عنده دونك فوالا. مي الكره ساعات تحكم وتشوف سكور كبير ميراو ماتش سيري على الاخر ماتش هو في الاخر خاطر الرجاء في الاخر بالكل الرجاء سلم في كل شيء ولات ما فماش فما كونسنتراسيون ولات شوارع في الدفاع نتاع الرجاء دونك استغلوا الزمالك اللي بطبيعه الحال يقعد ديما فريق كبير وفريق عريق. فرحان علي معلول بطبيعه الحال في فيناليست تشامبيونز ليغ وفرحان الفرجاني علاش؟ لانهم توانسه مش يكونوا في المنتخب موجودين في المنتخب بمورال كبير برشا. تصور كان فرجاني انسحب ولا حاجه مورال ما بعرفش خساره كما قال الكابتن من غير جمهور وخساره من غير جمهور أي. ولكن راهو فرجاني بونتو خارق العاده عالمي نتاع عطينا كبيره ياسر عمل فيها جيست تكنيك كبير ياسر والكابتن وضح لكن كهو كاو اسيست مو اسيست شفت ترانسفيرسال شويه عندي فيها شويه طاح عملت داك اللي مشات قدام ماشي دونك الماتش نتاع فرجاني انا كنت نتصور في الميتون كان مش يخرجوا هنا لونترونور بوتيتر عنده رؤيه اخرى يقول لك حتى الفرجاني او مي فورم ينجم يعمل ديفيرينس ينجم يعمل ديفيرينس لكن الفرجاني راهو ما كانش في التوب تفرجوا في الماتش وعاودوا بالضبط اي لا لا نحكي على الكابتن نعرف عنده مده لا نحكي على الماتش اللي شفته البارح كان اول شونجمون يصير هو فرجاني خاطر كان واقف في التيران بون جا البونتو غير المعطيات بتت عندهم حسابات اخرى الكابتن تو كلامه صحيح يخمم في الفينال ويحب يحضر كل شيء مع الضغوطات اللي صارت له دونك بونتو خلق العاده على المستوى المعنوي اسيست خلينا نحسبوها اسيست وبون ومورال خلق العاده لا اكثر ولا اقل لكن فرجاني ماهوش الفرجاني اللي كنت نتفرج فيه. خلينا نعطيك سؤال هو قبيله حكينا على انه اول مره في نهائي تشامبيونز ليغ الافريقيه زوز فرق من نفس البلد هو يظهر لي ثم توندونس في العوام اللي فاتوا في الكوبا ليبرتادورس وقتها بوكا جونيور ريفر بليت الاهلي الزمالك وقتها وتعامنا نسيت اخر مره 2018 ريال اتلتيكو. هل يجي نهار نحلم ونلقى بايرن دورتموند تشيلسي مانشستر لا لا بعتوا بايا برشا السؤالي توتنهام لعبت فينال مع عامل مع ليفربول يجيش نهار على قريب نلقى كلوب اسبيرونس الفينال علاش لا كلوب اسبيرونس صفاق ستوال اتوال اسبيرونس شنو المشكل؟ هل قادرين نوصلوا؟ في الكاف ما وصلنا في الكاف ولا قادرين نوصلوا علاش لا؟ علاش لا؟ نحلموا احنا ونخدموا ونحضروا فما خاطر الانديه التونسيه راه تلقاها ديما دومي فيناليست معناها ليسبيرونس ليتوال سي اس اس تلقاها في دومي فينال دونك خطوه على الفينال تلقى روحك موجود لك. اخر اخبار الطرقات والحيل لتفادي لومبوتياج تعطي هنا ايناس اخر اخبار الزمالك الى الطرقات اي اخر اخبار شنو اخر اخبار الطرقات مع صديقتنا ايناس لنفوت رفيق باش نرجعوا بعد شوي في سبور بلس.